تكاليف خيالية فرضتها سنغافورة على الراغبين في استخراج رخصة لقيادة السيارات، فتكلفة الرخصة لمدة 10 سنوات بلغت نحو 76 ألف دولار أمريكي، لتصبح السيارات بذلك حلماً بعيد المنال عن متناول المواطن العادي هناك. موقع CNN International الأمريكي أشار إلى أن هذه الرخصة تقتصر على السيارات ذات المحرك الصغير إلى متوسط الحجم، أما من يريد قناء سيارة أكبر حجماً كسيارات الدفع الرباعي مثلاً فيتعين عليه دفع نحو 106 آلاف دولار أمريكي، وهذا كله فضلاً عن ثمن السيارة نفسها. عام 1990 استعان سنغافورة بنظام يسمى كوتة التراخيص، يقيد الحصة السنوية من تراخيص المركبات في البلاد، وذلك لتقليل حركة المرور وتقليص الانبعاثات في الدولة المتعطشة للمساحة التي يبلغ عدد سكانها قرابة 6 ملايين نسمة. وقد كفلت هذه القوانين تمتع سنغافورة بشبكة نقل منظمة، أما السيارات فأصبحت رفاهية بعيدة عن متناول المواطن العادي، خصوصاً أن متوسط الدخل الشهري للأسرة هناك بلغ 7376 دولاراً عام 2022.